وكلام إلى رئيس الحكومة. نعم. إحنا يا أخوي أبو سعود 5 سنوات نعيش فوضى في الرياضة الكويتية، من إخفاق إلى إخفاق، خروجنا من بطولات، الرياضة تدمرت بشكل كامل. إحنا نحتاج إلى تعيين من الحكومة رجل مناسب في المكان المناسب، رجل رياضي يقدر ينتشلنا من القاع اللي إحنا وصلنا فيه. تصنيفنا 148 وهذه مؤشر خطر جدا. إحنا ما حد دمرنا على الجمعيات العمومية باختيارهم، كل شخص محسوب على شخص يوصل إلى الاتحاد. يا جماعة هذا الاتحاد هو الهرم الأكبر للرياضة الكويتية، هو اللي يخطط وهو اللي يحقق نتائج من خلال الاستراتيجية، من خلال رؤيته، من خلال اختيار للمدربين، للجهاز الفنية، للجهاز الإدارية. يا جماعة الخير تركوا عنكم العاطفة، الرياضة دائما ما فيها مجاملات، إذا دخلت فيها المجاملات ما راح تحقق نتائج إيجابية. شوف الدول اللي حوالينا، صار تعيين يختارون الرئيس دعم من الدولة، والرئيس يختار المجموعة اللي تشتغل معاه بشكل جيد، يحطون خطة. يعني احنا من الناس قاعد نحترق، انت قاعد دخلنا في موضوع، لا مو موضوع رد عليها، لما تقول لي انا ما لا تعيين، انا ضد التعيين. باكر باكر الجمعيات يصير فيها مشاكل تقول لي تعيين، باكر ما ادري وين يصير فيها مشكله تقول لي تعيين. هاي ايش حق مسوي انتخابات؟ لا حول ولا قوه. هاي المجلس لما عين، لا تتغنى بالدول اللي حواليك، لا تتغنى بالدول اللي حواليك. انت لا تتغنى، ليش ما تطلب مجلس ثم تعين؟ بسعود بسعود، ليش ما تطلب مجلس ثم تعين؟ هذه رياضه. لحظه، ليش ما تطلب مجلس ثم تعين؟ هذه رياضه، الرياضه مو تبي نتائج. انت مو تبي نتائج بالرياضه بسعود؟ مو تبي انجاز؟ مو تبي انجاز؟ انجاز عن طريق الجمعيات العموميه ما راح تصير عندك. لا لا يصير انجاز، صدقني ما راح يصير. صارت ايام الشيخ فهد الاحمد، وصارت ايام الشيخ طلال، وصارت ايام الشيخ احمد الفهد، صارت زمان راح. انا اتكلم الان تطور الرياضه وتطور كره القدم. اذا قعدت بالبرنامج هذا لا تتقنى، لا تتقنى عيل. الامارات تعين ولا متعين؟ يا ابو سعود الامارات تعين؟ نعم تعين. شنو مسوي الامارات والسعوديه؟ الامارات شنو مسوي؟ انت قاعد الامارات شنو مسوي بالتعيين؟ انت قاعد تخطط، الامارات شنو مسوي؟ قاعد تخطط رياضتهم في برنامج. يا ابو سعود اترك عنك المجاملات، اتركوا عنكم المجاملات. الرياضه تدمرت، ما في الرياضه هناك يا ابو خالد، تدمرت. هذا يمكن المتنفس الوحيد. لا 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 ما اختلف معاك جمله وتفصيل. انا هذا رايي، لا لا ما انا هذا رايي، الناس تسمعك يا ابو خالد. انا واحد بس تعيين، عين مجلس امه، عيل عين مجلس امه. يا ابو سعود انا اكلمك عن الرياضه، الرياضه المتنفس الوحيد. هذا انتخابات يا ابو سعود، جمعيه عموميه. انت راضي على الوضع؟ انت راضي على الوضع؟ لا لا ما مو راضي، مو راضي عزيز. بس ما يصير الحل بالتعيين. انت تثق ان اللي راح يتعين شخص رياضي؟ انا اتكلم عن رياضي. شو المشكله؟ وزيرك صار رياضي. وزيرك اسمعني، وزير الرياضه رياضي. لا 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 شنو سوى؟ وقف شوي، وقف الرياضه ودمر الرياضه، دمرت الرياضه. اسمع اسمع اسمع، رياضي عن راضي يختلف. انا لما اجيب فيصل الدخيل وحط رئيس الاتحاد، اول شيء نجم ويمتلك علاقات خارجيه قويه وما حد يختلف عليه، يخلي يرشح نفسه. شي يرشح نفسه؟ خلي يرشح نفسه، يرشح نفسه. الانديه ما تبيه. لا شلون ما تبيه؟ ما تبي الانديه خالصه يا ابو سعود. لا يا ابو سعود، خلي يعلن. انا لما اطلب، لما اقول لك تعيين، انا اعرف شنو اعي. يا ابو سعود صدقني، تعيين اي واحد ما يمت، اي نجم من النجوم العصر الذهبي او رياضي مخضرم، لا 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 تخربون الديمقراطيه عموما، ما راح يوصل. لا تخربون الديمقراطيه، هذه الديمقراطيه. بعض اللاعبين اللي انت تكلم عن الدوليين كانوا هم سبب دمار رياضتنا. لا 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 اسمعني، هذا واحد. اثنين، انا لما ذكرت لك شخص، بعض اللاعبين الدوليين بالمفترض ابتعاده. حبيبي حبيبي على اساس لا يمسح تاريخ. لا 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 انا لما لا لا مو تاريخ، لا 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 فيصل يختلف. انا اقول لك ليش فيصل لما استلم نادي القادسية، خليني اقول لك فيصل لما استلم نادي القادسية، طيب كانت عنده رؤيه وعنده نظره، راح اهتم بالمراحل السنيه وحط له مدير، ويا راح هولندا يا مدرب متخصص للمراحل السنيه وهذول النجوم. انا لما اقول لك فيصل، مختلفين على فيصل. احنا انا قاعد اقول له لا، ليش اقول لك تعيين؟ اوكي ليش اقول لك ما ينجح؟ ليش ما ينجح؟ ليش ما ليش اقول لك الجمعيه؟ لا 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 يعني انت معقوله؟ يعني انت ما تدري؟ لا لا خلي انت نفسه. انت ما تدري يا ابو سعود، خلي رشح نفسه. انت ليش زعلان؟ مو زعلان، انا لما تقول لي زعلان طبعا انا من حقي اني ازعل. ادري انا رياضي، انا تعبت وشقيت، خلي رشح نفسه وحققت انجازات. لما اشوف الرياضه بهذا الشكل، خروج من اخفاق لاخفاق، امر طبيعي. لا لا مو امر طبيعي، لا لا في كل دول، في كل دول العالم المنتخب لما يخفق يرد يعالج خطاه وبالتالي يرجع الى منصات التتويج. لكن احنا صح، من اخفاق لاخفاق يا ابو سعود. انا ليش قلت لك تعيين؟ لان اذا لا ما تعيين اسمعني انت كيفك، ما تهمني، ما يهمني رايك. ما انا قاعد اقول لك لما قلت تعيين، انا يهمني رايك طبعا. ليش قاعد اختلف معك طبعا؟ لان انت رايك مسموع ابو خالد،
ما يصير تطالب تعيين. لا انا اطالب التعيين. عين مجلس الامه. انا طالب. عين طالب تعيين مجلس الامه. انا اتكلم عن الرياضه. لا لا هذا سياسه غير. انا اتكلم. لا 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 مجلس الامه يشرع لك. انا اتكلم عن رياضه. رياضه انت دائما تتغنى بالدول اللي حوالين يا ابو سعود. كلامك انت. هم عندهم تعيين. عندهم اهتمام بالرياضه يا ابو سعود. عندهم اهتمام بالرياضه. انت تتوقع الجمعيات العموميه توصل الاصلح؟ انت انت انا احنا حاجتك قدام المشاهد. الجمعيات العموميه توصل الاصلح الى الرياضه؟ لا ما توصل الاصلح. ما سلام عليك. لان انت ما ترشح الاصلح. راح تقوم لنا قائمه. لا 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 بس مو كيفك يا ابو سعود. هذا مو حل عشان الجمعيات العموميه. هذا رايي انا قاعد اقول لك. اخرب الديمقراطيه ولا اوئد الديمقراطيه؟ اول حد والله دمرنا لها. لا 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 هذه الديمقراطيه بالنهايه في محاسبه في لجنه اولمبيه تحاسب يا ابو خالد. وين الشيخ فهد الناصر؟ خليه تعال. وين المحاسبة؟ طلعنا من كاس العالم. كلم روح كلم الشيخ فهد الناصر. كلم الشيخ فهد الناصر كلمه قول له تعال. يبقى انت مو رئيس لجنه اولمبيه تعال. هذا وين المحاسبة؟ هو الحل. انت تقول لي تحاسب. وين المحاسبة؟ خاطبه. ليش حاسب؟ وليش الهيئه محاسبه؟ تقول لي عين. ليش الهيئه محاسبه؟ لا ما لها حل. المرحله هذه هيئه حكومه ما تحاسب. جربنا الديمقراطيه يا اخي. خلينا نجرب التعيين. خلينا نشوف. لا 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 ما نبي التعيين. في محاسبه. الشيخ فهد الناصر مطالب انه يستدعي احمد اليوسف. الشيخ احمد اليوسف يقول له ليش هالاخفاق؟ عندك سنه سنتين ثلاث. انت قول تسالني انا. انت كلمه انت. انا وجهت. لا انا وجهت الى راس الهرم رئيس الحكومه. لانه هو لي وقت الديمقراطيه ويعرف خرب الديمقراطيه. هو رياضي ويعرف تمام. اذا 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 كل شيء تبونه تعيين ايش بقى حق الشعب عيل؟ كل شيء تبي تعيين ابو خالد؟ ما يصير. انا كل شيء بتعين. انا اتكلمك على المجال. هذا هذا باكر لما اعين الاتحادات واعين جمعيات عموميه واعين وزراء واعين ما ادري وين. ايش بقى انت 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 انا الحين اسالكم كلكم راضين بالوضع الرياضي؟ مو راضين. طيب خلنا في رجل يحاسب. وين الحساب؟ خمس شيخ فهد الناصر خمس سنين ماكو حساب. المفروض يحاسب شيخ فهد الناصر. انت خبط. عدم اختيار الاجهزه الفنيه ولا الاجهزه الاداريه ولا عندك رزنامه يمشي عليها النادي. هذا هذا واحد من الناس المدربين كاهو قاعد عندك. إيه؟ هو مدرب ما عنده رزنامه شنو يبدي فيها بالموسم. إيه؟ لا من المحترفين لا من عقود لا لا لا. احنا نبي رجل يخطط. رجل عنده رؤيه. رجل عنده خبره. طيب طيب